سوف نشرع الآن في توزيع الجوائز لفائزين بهذه الجائزة الدولية الكبرى للدراجات الهوائية لمدينة وهران. الفائز بالمرتبة الثالثة. Ovation for the rider Tarnowski Tillmann from Embrace the World Germany. مرفوق بمسؤول الأمن لولاية وهران وكذلك مدير فيتفضل السادة مشكورين. And the General Secretary of دحمان عبد السلام مدير التقني الرياضي لفريق مادار برو سايكلينغ تيم. نشكر الرياضيين على النتيجة تاع اليوم، نشكر الفائز نسيم سعيدي ويعني كل زملاء الفريق فردا حمزة عماري، نسيم، حمزة ياسين، عز الدين العقاب وإسلام منصوري على المجهود اللي قاموا به، على يعني على كل شيء حتى هداونا الفوز الأول لفريق مادار برو سايكلينغ تيم، الفريق القاري المحترف اللي بدا يعني او كانت الانطلاقه الرسميه تاعو الانطلاقه الدوليه في طواف الجزائر الدولي عن طريق الجائزه الكبرى لمدينه وهران، و يعني كانت افضل انطلاقه بتحقيق فوز في الجائزه الكبرى لمدينه وهران، فالحمد لله على هذا الفوز، وان شاء الله غدوه يبدا طواف جديد.